فإذا كنت يوميا تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتستشعر يعني نقصك وعجزك وافتقارك إلى ربك، هذا يعني دليل على الاستقامة، الاستغفار والتوبة. فاستقيموا إليه واستغفروا. يا إخواني لا تغفلوا عن الاستغفار لحظة، اجتهدوا اجتهدوا بكل أحوالكم وشأنكم كله وفي كل أوضاعكم أن يكون الاستغفار فعلا يعني لا يغيب عنكم، وأن تكون ألسنتكم عامرة بالاستغفار. لأن الاستغفار معناه كأنك تقول ربك أو تعترف لربك بالنقص، فأنت تطلب المغفرة. يعني مهما قدمت من صالح، من صلاة، من زكاة، من نوافل، من قيام الليل، من صلة رحم، من أعمال بر، كل ما طيبة كلها، لكن ومع هذا استغفر. فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اليوم يستغفر أكثر من 70 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن يعني أسباب حقيقة الإعانة على الاستقامة الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة، اجتهد دائما أن تجدد التوبة في كل لحظة، أستغفر الله وأتوب إليه، وتقولها من قلب، وتقولها وأنت تستشعر، وتقولها وأنت تدرك النقص، بل لأنك تحاسب نفسك يوميا على النقائص التي صدرت بك، وكلنا أهل نقائص. فإذا كنت يوميا تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتستشعر يعني نقصك وعجزك وافتقارك إلى ربك، هذا يعني دليل على الاستقامة، وأنك قد سلكت جادة الاستقامة.